نعمل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتنسيق مشترك كل سنة، وهذه السنة كذلك دعينا لهذه الندوة الصحفية لنتحدث جميعا وخصوصا مع رجال ونساء الإعلام حول واقع عقوبة الإعدام وحول مستقبل الإعدام في المغرب. نعرف بأن الأمور لم تتغير من السنة الماضية إلى اليوم، لكن تغيرت بعض الأمور التي نعتبرها مؤشرات على الاستمرار بنفس المناضلين ومنافس الحقوقيين، نفس الحقوقيين نحو الضغط من جديد، الضغط الفقهي القانوني الحقوقي على المسؤولين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. المغرب له ترسانة قانونية، نتنبأ أنها ستكون نفس الترسانة، نتنبأ أنها ستقوم على أساس عقوبة الإعدام كاختيار للعقاب في المغرب، لكن أعتقد بأننا لنا ردود ولنا أجوبة حول الأسئلة الحقيقية. السؤال الأول هو كيف نتعامل مع الجريمة ومع تطور الجريمة. أقول مع تطور الجريمة يجب أن ننتبه إلى تنظيف التشريعي وتحديث التشريع الجنائي ودعم القضاء من أجل أن يتناول الحماية اللازمة لسلامة البلد وسلامة المواطن. ثانيا، من حيث السؤال لماذا يحكم القضاة بعقوبة الإعدام، القضاة لهم قوانين يطبقونها، لكن المغرب يجب أن يلائم هذه القوانين مع المنظومة الدولية، يجب أن يلائمها مع البروتوكول الاختياري الذي يعني المعني بإلغاء عقوبة الإعدام، والمغرب لا زال لم يصادق على هذا البروتوكول. يجب أن ينسجم المشروع التشريع المغربي مع نظام المحكمة الجنائية الدولية، والمغرب ولو أنه وقع لكن لم يصادق. معنى لدينا ما يمكن أن يساعد قضاءنا ويساعد المؤسسة التشريعية لمسح عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية. هذه رسائل يجب أن يستمع إليها، يجب أن ينتبه إلى المسؤولون وأن لا يواجهها بالصمت وبمواصلة العمل من أجل تعزيز مكانة عقوبة الإعدام التشريع كما هو واضح أمام مشروع المسطرة الجنائية وأمام مشروع القانون الجنائي الآتي، لأنه اليوم في المسطرة الجنائية يقال على تنظيم تنفيذ العقوبة ولا زال تنفيذها ممكنا في هذا المشروع، ولا زال الذي أمر بتنفيذ العقوبة هو وزير العدل. معنى ذلك على أن نتنبأ على أنه لا يكون هناك تراجع من طرف المسؤولين الحكوميين، وهذا شيء لا يرضينا وبالطبع يشوه سمعة المغرب على المستوى الدولي، خصوصا وأنه رأس في هذه السنة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وما أدرك ما المجلس الذي ينظم كل سنتين ما يسمى بالمنتدى السامي أو النقاش الرفيع المستوى حول هذه العقوبة. فإذا هذا الأمر يتعارض حقيقة مع التوجه السياسي والدبلوماسي والحقوقي التي نحن اليوم متوقين به كمغرب على المستوى الدولي، شيء الذي يجعله مطلب الإلغاء حان وقته، والتأخير هو التماطل والتأخير هو امتناع حقيقي عن الاحترام الحق للحياة كما هو منصوص عليه في الدستور.